بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، لازلنا متواصلين مع حضراتكم متابعين هذه الأشواط المسائية المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات سباقنا المحلي الخامس. ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الثامن من أشواط هذا المساء، شوط يخص القعدان مع سن اللقاية والمسافة هي 5 كيلومترات. الجائزة عبارة عن نيسان باترول ستيشن اكس اي مقدم لصاحب المركز الأول. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة مع المقدمة ومع الصدارة، الشبل الأول الأسماء المتقدمة لعبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري الذي يقدم الشبل في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول والصدارة. نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز أو تابع القادم في هذه اللحظات. من وصلنا الطف على ثاني المراكز لراشد بن صباح بن سيف الماجد النعيمي اللي قدم الطف على المركز الثاني وغير مباشرة هناك في تحدياته الجميلة، بينما النقل إلى ثالث المراكز. في المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من شعار الشنجل على ما يبدو بتقدم هذا الشعار، وشاهين يصل في هذه اللحظة. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل هو الآخر يقدم شعاره في تحديات ومسار الشوط على المركز الثالث. ناخذ اللي في المركز الرابع، المركز الرابع تابع الاسم القادم. الكايد يصل في هذه اللحظات، بدأ يتقدم في هذه اللحظة لسعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. المركز الخامس، خامس المراكز وصل الجذاب، الجذاب الجذاب لمحمد بن علي بن حمد آل بريص المري، يتقدم هو الآخر من الزاوية اليمنى ليكون حاضرا في هذا المساء بتحدياته وبانطلاقته الرائعة. ولكن شوف السيل الجارف خلف دائرة الندى، شوف الأسماء القادمة، الجميع حضر في هذا المساء ليتوج نجما في هذه الأشواط المسائية الجميلة. النيسان بترول ستيشن في الانتظار، 5 كيلومترات مع سن اللقاية. الله، مع هذه الشعارات المزينة لأرضية الميدان في هذا المساء، عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط مع الشبل. الشبل في المقدمة في هذا الأداء الجميل، لا زال يتربع على عرش الصدارة صاحب أول ندى، ولا زال على المقدمة عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري اللي ينطلق مع الشبل في مقدمة الشوط. المركز الثاني وصول لنزيه في أول ندى لحمد بن راشد بن حمد بن بعيهان النابت، يتقدم على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز تواجد واندفاعة الجذاب على المركز الثالث لمحمد بن علي بن حمد البريص المري. المركز الرابع اسم جديد بدأ ينضم اخطار في هذه اللحظات، عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم اخطار في هذا النهار، ينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هذا هو برهان في أول إذا على في هذا الشوط، تعود ملكيته لسالم بن عبد الهادي بن علي الفهيدة المري قادم على تحدياته الجميلة مع برهان على المركز الخامس. هذه مشاهدينا الأعزاء نتيجتنا في ثاني ندى على مسار وتحديات هذا الشوط الثامن من أشواط هذا المساء، 2 كيلومترات عن خط النهاية. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، نتابع أمور الصدارة اللي غير مباشرة. هذا هو نزيه مشاهدينا الأعزاء، غير الأمور لصالحه في هذه اللحظة. حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان آل نابت اللي يقدم لنا نزيه على المركز الأول على الصدارة في الموقع المحبب. الله 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 الله، المركز الثالث تابع مبشر يصل في أول إذاعة. مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري وصل، وصل بن ثلاب يتقدم مع مبشر في المركز الثاني. ثالث المراكز أرصد الوصول في هذه اللحظات، وصل بدرانية بن خزير يا مخرجنا اللي تتابع معنا هذه الأسماء. عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة يتقدم مع بدران على المركز الثالث. ورابع المراكز الشبل من هناك يتواجد أيضا بتحدياته مع عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري. وفي المركز الخامس الشنجل يتقدم مع شاهين. الله الله الله، بدأ الاندفاع الكبير، بدأت المنافسة، احتمت المنافسة بين هذه الشعارات.
المباراه. اشتعلت الحراره، ارتفعت حراره الشوط، 1200 جاوزناها. نقترب مشاهدينا الاعزاء من بوابه الكيلومتر الاخير، كيلو الصراع والنزاع، كيلو الابطال، لحظه الانطلاق نحو الناموس، نحو الفوز والانتصار. يا سلام على اداء الجميل مع نزيه في مقدمه الشوط. لا زال البطل حتى هذه اللحظه، حمد بن راشد بن حمد بن بعيهان النابت. لكن تابع تابع القادم، وصلكم في هذه اللحظات، حاجب 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 يصل في اول اذاعه، راشد بن بطي بن محمد الحسنى المري وصل، وصل بتحديات. هذا هو حاجب، الله، يا هذا الصراع والنزاع، النيسان بترول في الانتظار، ونزيه حاجب في منافسة مميزة على خط البداية. ولكن تابع الأداء الجميل، حاجب 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 يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط. شرس المضمرين يتواجد مع حاجب، ولكن نزيه خطير لا زال في دائرة النداء في التحديات الكبيرة على مركز الصدارة. من الرابح في هذا الشوط؟ لكن حاجب هو الأقرب، حاجب راشد بن بطي بن محمد الحسنى المري. سلام سلام يا حاجب، سلام 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 سلام، وتحية واحترام، أسعد الله مساك يا شرس المضمرين، ويستاهل التحية. هذا هو حاجب يصل إلى خط النهاية ونقطة الصفر، وخط النهاية يقف له حبا واحتراما بهذا القدوم، يحسم هذا الشوط ويكسب السيارة والنيسان بترول. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل نزيه لحمد بن راشد بن حمد بن بعيهان النابت. المركز الثالث، ثالث المراكز، من وصل مشاهدينا الاعزاء؟ غصاب لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. المركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب بدران لعبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبه. المركز الخامس كان من نصيب الشبل لعبيد بن راشد بن سالم السنيد المري. هذه نتيجتنا، ولكن حاجب حضر مع اللحظات الاخيره. ناخذ توقيته الزمني يا محمد يا بن خزينه يا مخرجنا، لحظه الوصول مشاهدينا الاعزاء 7 دقائق 22 ثانيه و78 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لشرس المضمرين راشد بن بطي بن محمد الحسنى الزعبي الذي قدم تحدياته في هذا الشوط. المركز الثاني، من وصل نزيه في ثاني المراكز توقيته الزمني 7 دقائق 23 ثانية و66 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن بعيهان النابت. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الأعزاء من غصاب، وتوقيت غصاب هو 7 دقائق 29 ثانية. عودة يا مخرجنا مع توقيت المركز الثالث و17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء، هذه لحظة الإعادة 7 دقائق 33 جزء من الثانية. التهنئة والناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت على فوز غصاب بالمركز الثالث.